السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الكرام، مشتركي ومتابعي قناة زها برو، مع فيديو جديد. في هذا الفيديو سنشرح طريقة إخفاء عدد المشتركين في قناة اليوتيوب. فمن المهم إخفاء المشتركين إذا كان العدد قليلا، خصوصا لمن لديه 100 مشترك، فإن رأى المشاهد الجديد أن عدد المشتركين قليل جدا لن يشترك فيها، فبالتالي إخفاء العدد حتى يكثر المشتركين لديك. تعرف على الطريقة، وفي آخر الفيديو سوف أريكم المكان الذي سترون فيه عدد مشتركي قناتكم. كل هذا سيكون ولكن بعد الفاصل، تابعونا. الطريقة هي سهلة جدا. سندخل إلى تطبيق جوجل كروم، ثم إلى يوتيوب، سنضغط على يوتيوب، ثم نضغط على 3 نقاط في الأعلى، ثم نبحث على version for ordinateur، سيظهر لنا على هذا الشكل مثل واجهة الكمبيوتر. سنضغط على صورة القناة في الأعلى، ثم سنفتح استوديو اليوتيوب. فتح لنا استوديو اليوتيوب بهذا الشكل. سنأتي إلى الإعدادات هنا في الأسفل، ثم سنضغط عليها. سنذهب إلى قناة أو سلسلة تظهر لك على الشكل التالي، سنضغط عليها، ثم سنذهب إلى إعدادات متقدمة، سنضغط عليها، ثم ننزل إلى الأسفل. سنلاحظ أن هنا عدد المشتركين عليها ليس عليها علامة. إذا كنت تريد إخفاء المشتركين عليك تركها هكذا، إذا كنت تريد المشتركين أن يظهروا للناس تضع علامة هكذا. انظروا الآن في الصفحة الرئيسية، انظروا لن يظهر لنا عدد المشتركين الآن، لن يظهر. فأين سنرى عدد المشتركين لدينا؟ سوف نستعين بتطبيق لدينا اسمه استوديو يوتيوب، الذي هو مهم بالنسبة لكل يوتيوبرز. والآن سندخل إلى تطبيق استوديو اليوتيوب، وسنجد عدد المشتركين. سنجد عدد المشتركين هنا في الأعلى في الصفحة الرئيسية. وبهذه السهولة تم إخفاء عدد المشتركين. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.